بينضم لنا علي محمد علولو، صانع افلام قصيره وعضو في فرقه سوريانا، هو معنا من ادلب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا بك، كيفك يا علي؟ اهلين روان، هلا تحياتي. علي، بدنا نبدا بدك تعرفنا عن حالك اكثر، اعمالك، امتى بديت بصناعه الافلام وبعدين مشاركتك بفرقه سوريانا. تفضل. مساء الخير، اول شيء تحياتي لكم، تحياتي استاذ ايهام عن سروان. يا هلا بي. انا علي علولو، بلشت تقريبا بصناعه المحتوى من 2017 أو أكثر، يعني صار لي تقريباً 8 سنوات. بدأت في صناعة المحتوى من خلال اليوتيوب، يعني كنت أصنع سكتشات قصيرة أنا والأصدقاء، يعني بالبداية كانت من باب الفكاهة، من باب الطرفة. سبحان الله شوي شوي تطور معنا الموضوع، أنه لقينا أنه في عنا شيء قادرين نوصله للعالم يعني. فصرنا نشتغل على هذا الموضوع، صرنا نشتغل على موضوع أنه يكون في رسائل نوصله للعالم. مع الوقت يعني اكتشفت فرقة سوريانا، الله يجزيهم الخير، في إدارة الأستاذ غيث صغير وعمر حج خلف، فضمينا للشباب ما شاء الله، الله يعطيهم العافية. الشباب هن المسرحيين، بلشوا بال 2018، أسسوا فرقة مسرحية وعندهم هذا الحس الفني، خلينا نقول شاطرين وموهوبين ما شاء الله عنهم، بيقدموا ورشات تدريبية مسرحية حلوة. فيعني كان في لي مساهمة مع الشباب بإيصال رسالة من عبر المسرح وعبر المرئي. حلو. طيب علي، خبرنا شوي عن الأعمال اللي أنتجتوها، إن كان المسلسل أو حتى السكتشات أو الأفلام، شو القصص اللي بتحكوا عنها؟ وبالنسبة للشباب، هل كلياتهم هواة أم لا في دعم مثلا وفي منهم مدربين؟ هلا صراحة الدعم، يعني خلينا نحكي في الشمال المحرر في المنطقة كلها، ما في هذا الاهتمام في هذا الموضوع، فمن الطبيعي ما يكون في دعم، الإمكانيات بتكون محدودة. إلي هيك عتب عليكم، ليش بتسمي المسلسل مآسي؟ يعني بدنا شيء فيه تفاؤل، بدنا مثلا افراح، شباب متفائلين، اي شيء ثاني. صدقني ما بدي اقول لك ما بنعرف نسوي غير مآسي، بس نحن يعني عم نحاول نصور الواقع اللي عم نعيشه. فمآسي مبنيه على مرحله، يعني شو بدي اقول لك، عده حكايات بتعدي على بالمرحله الشبابيه للشباب. فانا باحد الحلقات كان لي بالحلقه الاولى من سلسله مآسي او مسلسل مآسي، كفاح مثلا، سموه كفاح، انه كفاح الشباب. لا، هو كفاح طبعا، بالكفاح والجهاد، ولكن سبحان الله هو مبني على مآسي فعلا. مآسي هي مآسي السوريين، فما بعرف، يعني نحن استوحينا انه هذا الاسم مناسب، ممكن يكون هو فيه كفاح وممكن يكون فيه كل شيء، ولكن خلاص عدى مر مرور الكرام يعني، الحمد لله. طيب علي، ايضا الفرقه الى مشاركه بالاعمال الاغاثيه، تخبرنا اكثر عن هذا الموضوع. لا صراحه بالبدايه هي الفرقه كانت مسرحيه، ولكن مع مرور الوقت يعني صار سبحان الله، يعني رغم الحرب اللي عايشينها صرنا نتعرض لكوارث طبيعيه، نتعرض لازمات، لمشاكل صحيه، فيعني حاولنا انه نكون نغطي الاحتياج المفقود في حال مثلا يعني كنا نحن قادرين انه نغطي هذا الشيء. فمبادرات انسانيه، كان في عندنا مبادره في الزلزال، مبادرات افطار صائم، فمبادرات انسانيه يعني نحن بنحب نشارك، يعني حتى ما بس انه يعني استغليتوا تجمعكم لحتى تقدروا تساهموا ايضا بالمجتمع من هذه الناحيه الانسانيه. شو عم تشتغلوا هلا؟ شو في عندكم اعمال جديده؟ بالضبط. نعم صراحة عندنا شيء إن شاء الله انتظروه قريبا بعنوان ما في العقول، هو نحن الشباب متفقين إنه ما حدا يسرب شيء، ولكن إن شاء الله يعني رح تشوفوا شيء حلو. أنا متحمس كثير، يعني حتى كنت بدي أحط ستوريات وأحكي عن الموضوع. طيب الفكرة بس احكي لنا شوي على الفكرة هلا على التلفزيون سوريا. ما في العقول بتحدث على يعني بتحاكي واقع، هو واقع عم نعيشه كلياتنا مع الأسف، ولكن في طريقة هالمرة هيك شوي مختلفة. رح يكون في شخصيات إن شاء الله، شخصيات يعني رح نستقطب شخصيات ممثلين، نستقطب
ممكن مصورين، فراح نتعب ان شاء الله من جميع الزوايا حتى نقدم شيء حلو مختلف هالمره، يعني بحاكي الواقع بشكل صحيح ما بدون اي بهارات او باي شيء مزيف. يعني انتم كم واحد تقريبا علي بالفرقه، وفي فكره انكم تضموا حدا جديد؟ طبعا طبعا سوريانا هلا فرقتنا في شكل عام هي بتفتح الابواب لكل الهواة وكل المحبين وكل اللي اصحاب الخبرات واللي عندهم الموهبه. نحن حاليا تقريبا شيء 20 شخص من مصورين لكتاب لمخرجين لممثلين، فنحن نسعى انه نتطور ونكون ان شاء الله هيك يعني احسن بكثير ونوصل لمراحل منيحه. علي محمد علول وصانع افلام قصيره وعضو في فرقه سوريانا كنت معنا من قلبنا. لك سعيد. هارك سعيد. شكرا شكرا.